رئيس الجمهورية يصل العاصمة الجزائرية للمشاركة في احتفال تخليد ذكرى 70 لثورة التحرير الوطنية الجزائرية. الوزير الأول يشرف بن وكشوط على حفل توزيع جائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء المنظم من طرف وزارة العدل. الجمعية الوطنية تحتضن انطلاق أعمال مشروع دعم البرلمان الهادف إلى تعزيز دور البرلمانيين في الرقابة على العمل الحكومي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية من الجزائر، حيث وصل فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي سيد محمد رشاغ الأزواني أمس إلى الجزائر العاصمة للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى 70 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية. وكان في استقبال فخامة رئيس الجمهورية عند سلم الطائرة بمطار هواري بومدين الدولي فخامة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، محاطا بالسيد صالح كوجيل رئيس مجلس الأمة والسيد إبراهيم بوغاري رئيس المجلس الشعبي الوطني والسيد أيمن عبد الرحمن الوزير الأول وزير المالية والفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والسيد عمر بالحاج رئيس المحكمة الدستورية وسفير موريتانيا المعتمد في الجزائر. سعادة السيدي محمد عبد الله والسفير الجزائري في موريتانيا سعادة السيدة محمد بن عتو. وأحيا رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الجزائرية وكبار الشخصيات التي حضرت لاستقباله وأعضاء السلك الدبلوماسي وطاقم بعثاتنا الدبلوماسية في الجزائر. بدوره حيا فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيدة عبد المجيد تبون أعضاء الوفد الموريتاني المرافقة لفخامة رئيس الجمهورية. أشرف معالي الوزير الأول سيد المختار ولد جاية زوال أمس بن وكشوط الغربية على حفل توزيع جائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء المنظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية. تهدف الجائزة التي أقرتها الجامعة العربية قبل عامين إلى تشجيع الدراسات الميدانية والتطبيقية المقارنة التي ترصد تحليل وتقييم التجارب القانونية العربية التي تتعامل مع مشكلات واقعية للقانون والقضاء. موريتانيا تستضيف جائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء التي انطلقت فعالياتها تحت إشراف الوزير الأول المختار للجاي، وذلك انطلاقا من توجهات بلادنا في تنمية البحث العلمي وفتح الآفاق أمام الباحثين والمساهمة في تكريس الجائزة واستقرارها وإتاحة الفرص للباحثين الموريتانيين في مجال القانون والقضاء للاطلاع على الجائزة والنماذج الأطروحة الفائزة. إن استحضار المكانة العلمية لبلادنا وإسهامات محاورها وعلمائها المشهود من القرون والمتواصل إلى هذا الوقت قد تطورت منذ انتخاب صاحب الفخامة محمد بن الشيخ الغزواني رئيسا للجمهورية، تعزز هذا الدور وهذه المكانة، وأخذت الحكومة في تنفيذ هذا التوجه على أرض الواقع. ويمثل تفضل معالي الوزير الأول المختار بن جاي بحضوره وافتتاحه حفلنا هذا خير دليل على ذلك. لقد عبأت الحكومة الموريتانية بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني وأوامر شخصية من السيد الوزير الأول الوسائل اللازمة لتنظيم هذا الحفل الأكاديمي والعلمي العربي الكبير إيمانا منها بأهدافه الكبيرة، وستستمر بلادنا في دعم كافة القرارات والخيارات التي تتبناها جامعة الدول العربية وهياكلها المؤسسية المختلفة.
تشجيع البحث العلمي العربي من خلال التنافس بشروط علمية صارمة في مجالي القانون والقضاء أمام أطروحات الدكتوراه، وتشجيع الدراسات الميدانية والتطبيقية التي تتعامل مع مشكلات واقعية للقانون والقضاء، وكذا تسليط الضوء على الباحثين المتميزين ونشر الدراسات القانونية والقضائية بهدف زيادة الوعي بها مؤسسيا وجماهيريا، أهداف تسعى جامعة الدول العربية إلى بلوغها من خلال هذه الجائزة. أن هذا الحفل يستمد أهميته من أهمية القضية التي يتناولها، فضلاً عن تجسيده للاهتمام العربي المتزايد بأدوات البحث العلمي وأثرها على دور الباحث في مواجهة التحديات المعاصرة. ونعتز بشكل خاص أن تكون مدينة نواكشوط هي من يحتضن هذا الحفل الذي يتم تنظيمه بمبادرة الأمانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب، ممثلة بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، وبمماركة المجلس الوزاري لإطلاق هذه الجائزة العربية في مجال القانون والقضاء. فهذه المدينة التي كانت دائماً منارة للعلم لا تألو في الحاضر جهداً لدعم وإنجاح كل نشاط يثري العمل العربي المشترك في كافة مجالاته. ما يقارب 1000 أطروحة تنافست على جائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء. هذا العمل الذي انتظره الباحثين العرب حقيقة يمثل اليوم رؤية حقيقية في تعزيز البحث العلمي في بلداننا العربية وخلق روح المنافسة بين الباحثين، وذلك بتحقيق الجودة العلمية المنشودة والتأثير الحقيقي في العمل البحث المنتج. ليشكل هذا الحدث نقطة فارقة في تاريخ جامعة الدول العربية في مجال تشجيعها على البحث العلمي وتحفيز الدارسين بمرحلة الدكتوراه على اختيار أبحاثهم ومواضيعهم بما يخدم بلدانهم العربية والمنطقة العربية عموماً. لتأتي اللحظة التي وثقها البعض تكريم مسؤولي وأعضاء الأمانة الفنية للجائزة على مجهوداتهم في التعريف بها بين الباحثين العرب، وتكريم أعضاء اللجنة العلمية ولجنة التحكيم الذين استطاعوا كشف الستار عن البحوث الأكثر تميزا. ونال الجائزة 6 فائزين في كل من القانون العام والخاص من مختلف الدول العربية، قدموا بحوثا استوفت الشروط المطلوبة وستكون نبراسا للباحثين الشباب. وتعد هذه النسخة الثانية بعد النسخة الأولى التي استضافتها العاصمة اللبنانية بيروت في العام 2022، وقد أنشئت جائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء في العام 2019، وكلف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالأمانة الفنية للجائزة. انطلقت صباح أمس بالجمعية الوطنية أعمال مشروع دعم البرلمان المنظمة من طرف الجمعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وسيسهم هذا المشروع والورش المنظمة في إطاره حول دور البرلمانيين في تمكين المرأة من التصدي للتحديات التي يواجهها البرلمان في مهمته التشريعية والرقابية على الحكومة وتمثيله للمواطنين. من مقر الجمعية الوطنية وبحضور رئيسها محمد بمبمقت ووزيري الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين المد والاقتصاد والمالية السيد أحمد اللبوه، ينطلق مشروع دعم البرلمان من خلال ورشة عمل حول تمكين المرأة. الموضوع الذي يجمعنا اليوم هو موضوع حيوي يتعلق بمشروع تعزيز قدرات البرلمان، وهي قضية مهمة لتعزيز الديمقراطية وترسيخ دولة القانون. لا شك أنكم تدركون معي أن البرلمان يحتل مكانة خاصة، هو ليس فقط تعبيرا عن الإرادة الشعبية، بل هو أيضا ضمان لممارسة الشفافية والعدالة والإنصاف. إلا أن التحديات التي نواجهها اليوم أصبحت أكثر تعقيدا، سواء كانت تتعلق بالقضايا الاقتصادية أم التحديات البيئية والأمنية والعدالة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق
يجب على برلماننا أن يكون قادراً على التشريع بطريقة واعية واستباقية، ولكي يؤدي هذا الدور بشكل كامل من الضروري أن يتوفر على الكفاءات والموارد اللازمة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. وفي هذا السياق قمنا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بدراسة ووضع مشروع لتعزيز البرلمان بغية تمكين مؤسساتنا التشريعية من أداء دورها المحوري في النظام البرلماني الديمقراطي. الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منصور نجاي تحدث بدوره عن أهمية تنظيم هذا التكوين، مؤكدا أنه يهدف إلى تعزيز دور البرلمان الموريتاني في تسليط الضوء على المساهمة الحاسمة للبرلمانيات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلد. وقد تابع الحضور أرضا حول مشروع دعم البرلماني، تناول الأهداف المتوخاة من هذا المشروع وأهميته في التحسين من أداء البرلمانيين. عقدت الجمعية الوطنية أمس جلسة علنية للاستماع إلى ردود وزير الطاقة والنفط حول سؤالين عن موانع خفض أسعار المحروقات ونجاعة المشاريع التي ينفذها القطاع. عقدت الجمعية الوطنية اليوم جلسة علنية برئاسة أحمد محمد محفوظ مبال نائب الثاني لرئيس الجمعية، وذلك للاستماع إلى ردود وزير الطاقة والنفط محمد الخالد حول سؤالين وجههما إليه النائبان يحيى أبو بكر سيدي الأمين وعبد السلام والحرمة، ويدور السؤالان حول موانع خفض أسعار المحروقات ووضعية صندوق المحروقات، إضافة إلى الضمانات التي يمكن تقديمها لطمأنة الرأي العام على تأمين القطاع من غول الفساد وسوء التسيير والإجراءات المعتمدة لنجاعة المشاريع المرتبطة به. وخلال رده على السؤالين قدم الوزير ملخصا حول مهام القطاع، كما تطرق لأبرز المشاريع التي هي قيد التطوير. وفي إطار رده على السؤال المتعلق بالمحروقات بيّن الوزير أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لتأمين تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية، وذلك بشكل مستمر مع التحسين الدائم. وقال إنه من أجل حماية المستهلك من تأثير تقلبات الأسعار الدولية عند المطخة والغاز عند الحانوت، تبنت السلطات الحمومية مبدأ تحديد وتقييد أسعار المنتجات البترولية الذي مكن من حماية المستهلك عند الفترات الصعبة ناتجة عن ارتفاع الأسعار الدولية للمحروقات، حيث كلف ميزانية الدولة في بعض الفترات أكثر من 100 مليار أوقية قديمة. وأبرز أن هذه الآلية تتميز بقدرتها على امتصاص صدمات ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك من تقلباتها، خاصة في المنتجات ذات الطبيعة الشديدة التقلب، مشيرا إلى أن جانب السلبية من هذه العملية هو عدم استفادة المستهلك بشكل مباشر من انخفاض الأسعار العالمية لهذه المادة. وفي سياق رده على السؤال المتعلق بالضمانات التي يمكن تقديمها لطمأنة الرأي العام على تأمين القطاع من غول الفساد وسوء التسيير والإجراءات المعتمدة لنجاعة المشاريع المرتبطة به، وذلك بعد القلق الناتج عن غموض حول الاتفاق الموقع بين الحكومة الموريتانية والشركات الأجنبية، بيّن الوزير أن حقل بير الله يعد حقلا من الطراز العالمي من حيث حجم الغاز الموجود فيه ونوعيته، والذي يقدر احتياطه ما بين 50 إلى 80 تريليون قدم مكعب من الغاز. وقال إنه بالرغم من الحجم الكبير من المحروقات في هذه البئر، إلا أنه لم يتم حتى الآن حفر سوى بئرين استكشافيين هما مرسوا وأريكا، مما يعني أن جمع المزيد من المعلومات حول مخزون الحقل ما يزال ضروريا، كما يلزم إجراء دراسات تفصيلية من أجل وضع مخطط تنموي ملائم فنيا واقتصاديا. وأكد تصميم القطاع على اختيار المخطط التنموي الذي يحقق أكبر استفادة من المشروع وسعيه إلى المردودية في الاستثمار.
بدأت أمس في العاصمة إشغال ورشات تكوينية حول مناهج وآليات تدريس الفنون في الوسط المدرسي. أشرفت على افتتاح هذه الورشات وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي. المعهد التربوي الوطني يحتضن ورشات تكوينية حول مناهج وآليات تدريس الفنون في الوسط المدرسي. فعلى مدى أيام هذه الورشات سيتلقى المشاركون عروضاً ترتبط بالمسرح المدرسي وما يتعلق به والفن التشكيلي وما طرأ فيه من جديد. تدخل ورشتنا هذه في إطار تمكين مدرستنا الجمهورية من دعامات تربوية حديثة تمكن التلاميذ من توظيف مواهبها ومهاراتها في سبيل خلق رسالة توعوية هادفة. فالمسرح المدرسي اليوم أصبح أكبر آلية تربوية لمحاربة الأفكار الهدامة داخل الوسط المدرسي كالتطرف وتعاطي المخدرات والتسرب، ولذلك فهو دعامة تستغلها المدرسة الحديثة لخلق نشاط ثقافي وتربوي موازي يتنزل ضمن الأنشطة المدرسية التي يرعاها المعلمون ويعملون على تنميتها واستخلاص الدروس المنتظرة منها. إن من أهداف المدرسة الابتدائية تشجيع المواهب ومساعدة التلاميذ على تطوير مواهبهم في شتى المجالات علمية وفنية ورياضية، وهذا ما يجعل المدرسة ميدانا لتلاقي كافة العلوم، حيث يسخرها المربون لإنتاج وصفة تربوية تنتج جيلا وطنيا قادرا على تحمل مسؤولية. بدوره المدير العام للمعهد التربوي الوطني ألقى كلمة بين فيها أن هذا الملتقى يجدد عهدا مع الدعامات التربوية ويبحث آليات محاربة الأمراض الاجتماعية والكشف عن مواهب التلاميذ. لا يبتعد هذا الهدف عن ما عبر عنه فخامة رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة وفي برنامج انتخابي، عن اهتمام خاص بالفنون وعن ربط حتى الفنون وتاريخ البلد بالبنية المدرسية والبنية التربوية. فقد دعا دائما إلى أن يربط التلميذ والطالب الموريتاني بتاريخ بلده وبثقافته وأن تنمى المواهب لدى التلاميذ. ولا يخفى عليكم أنه في مأموريته الأولى فخامة رئيس الجمهورية أنشأ معهدا للفنون في أول سابقة من نوعها في البلد، لا زال قائما لحد الساعة، كما أنشأ أول جائزة لرئيس الجمهورية في مجال الفنون وهي أيضا جائزة قائمة في البلد. إذن هذا الاهتمام الرسمي يجعل المدرسة بحاجة إلى أن تعبر عنه بأن يكون موجودا حتى في المناهج التربوية، وحتى يتكون الأساتذة المعلمون على إنشاء أندية ثقافية داخل المدارس وداخل المؤسسات للتعبير كما ذكرت أولا عن الطاقات الكامنة لدى التلاميذ، ولأيضا جعل التلميذ قادرا على أن يفهم خطورة مستجدات العصر من أمراض فتاكة تعانيها الأمم جميعا. أما المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فقد أبرز أن المشاركين سيستفيدون من خبرات يقدمها مختصون في مناهج التربية وفنون المسرح في الوسط المدرسي. ستستفيدون خلال الأيام المقبلة بإذن الله من خبرات معززة يقدمها مدربون أكفاء في مجال آليات ومناهج التربية على الفنون التشكيلية والبصرية وفنون المسرح في الوسط المدرسي، وهما سيمكنكم من ترسيخ البعد الثقافي في أنظمة التعليم، كما سيساعد على تطوير مهاراتكم وكفاءاتكم المهنية حتى تساهموا في تعزيز الصلة بين الثقافة والتعليم وتوسيع أفق تلامذتكم ليصبحوا أعضاء مبدعين ونشيطين ومشاركين في المجتمع ومواكبين للتطور السريع والبيئات والمناهج التربوية ومدركين لدورها في بناء مجتمعات شاملة وسليمة ومرنة ومبتكرة. هذه الورشات ستمكن التلاميذ من توظيف مواهبهم ومهاراتهم بغية الحصول على رسالة توعوية هادفة تخلق جيلا قادرا على تحمل المسؤوليات والنهوض بالبلاد نحو مصافي الأمم المتقدمة. أشرفت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي صباح أمس في بلدية تيارت على توزيع كميات من الزي المدرسي للسنوات الأولى من المرحلة الابتدائية. يدخل هذا المشروع في إطار العمل الجماعي لبلديات نواكشوط في توفير الزي المدرسي لمختلف المؤسسات التربوية بالعاصمة. إرساء لدعائم برنامج المدرسة الجمهورية وتطبيقا للتعليمات المتخذة لتنفيذ ذلك،
بلدية تيارت تطلق عملية توزيع للزي المدرسي على مستوى ولاية نواكشوط الشمالية بإشراف من وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وذلك لصالح أكثر من 40,000 تلميذ موزعين على بلديات الولاية بغلاف مالي في حدود 190 مليون أوقية قديمة. تأتي هذه الخطوة تجسيدا لانخراطنا كبلديات ودعمنا التام والدائم للمشروع الرائد لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الرامي إلى إرساء المدرسة الجمهورية وما يمثله ذلك من ترسيخ لقيم الجمهورية وتوطيد للحمتنا الاجتماعية وتطوير لمنظومتنا التربوية، كما أن هذا الجهد يندرج أيضا في إطار الدعم والمواكبة للجهود الجبارة التي تقوم بها حكومة معالي الوزير الأول المختار للجاي الرامية إلى رفع كل التحديات وتذليل مختلف الصعاب التي تواجه مشروع المدرسة الجمهورية، وبإشراف مباشر وتنسيق مع معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية. معالي الوزيرة، سيداتي سادتي، إن نجاح المدرسة الجمهورية مسؤولية الجميع، وما يتطلب بالإضافة للبرامج الحكومية مساهمة ومواكبة الجميع من سلطات إدارية ومنتخبون وأسرة تربوية وروابط آباء التلاميذ ومختلف القوى الحية من حملة الفكر والرأي والفاعلة الجمعويين. رئيس رابطة آباء التلاميذ على مستوى ولاية نواكشوط الشمالية با حميدو حسين شكر الوزارة والبلديات على الجهود المبذولة لإصلاح النظام التربوي في مقاطعات الولاية وتشجيع المدرسة الجمهورية. وخلال حفل التوزيع قدم عمد بلديات تيارت ودار النعيم وتجنين عروضاً أوضحوا فيها البنية التربوية للبلديات كأعداد المدارس والطلاب خاصة للسنوات الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية، لتشرف الوزيرة بعد ذلك على تسليم الزي المدرسي لصالح مدارس بلدية تيارت. إلى موضوع آخر، حيث أشرف وزير الصحة أمس بمقاطعة الميناء في ولاية نواكشوط الجنوبية على انطلاق اليوم الوطني بل الطبي والتوعوي حول خطورة سرطان الثدي. يرمي تنظيم هذا اليوم إلى زيادة الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتحسيس حول طرق الوقاية منه. وزارة الصحة تنظم يوما طبيا وتوعويا في بلدية الميناء حول خطورة سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية منها، وذلك لصالح سكان الأحياء الهشة في هذه المقاطعة. إن قطاعنا يضع في أولويته الحد من نسبة وفيات الأمهات، كما يدرك حجم المأساة الناجمة عن معدل الإصابات بسرطان الثدي على المستوى الوطني والدولي وما يمكن أن تخلفه من نتائج وخيمة على سلامة المجتمع. وفي هذا الإطار يمثل انطلاق هذه الأنشطة الهامة لبنة أساسية للحد من مستوى الإصابات بسرطان الثدي وتفعيل دور الكشف المبكر لسلامة النساء منه. يطيب لي في هذا الإطار أن أشيد بجهود شركائنا في التنمية الرامية إلى المساهمة في تطبيق تعهدات الدولة في المجال الصحي، وأخص بالذكر منظمة الصحة العالمية على الدعم المستمر لتحسين أداء المنظومة الصحية الوطنية. وتعمل بلدية الميناء مع شركائها من أجل زيادة الوعي الصحي للسكان وخاصة لدى النساء. هذا اليوم شرف كبير سكان مقاطعة الميناء أنها تستقبل هذه الكوكبة من الوزراء المتميزين والذين أصروا يكون تعود بلدية الميناء وساكنتها تستفاد من الخدمات الصحية اللي تستفاد منها البلديات كاملة وموريتانيا كاملة. وشاكرينهم حتى أصر معالي الوزراء أنهم هذا وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بأنهم يوفروا لساكنة بلدية الميناء استشارات طبية مجانية وتقسيم للأدوية وفحوصات إن شاء الله وتكميلية الكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى الأمهات.
بدورها أكدت الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية في بلادنا شارلوت فاتنجاي أنها تتشرف بحضور هذا الكم الكبير من النساء في بلدية الميناء من أجل الاستفادة من الفحوصات والتشخيص المبكر لسرطان الثدي الأكثر شيوعاً بين النساء في العالم والذي يؤدي إلى معدلات وفيات عالية. وأضافت أن منظمة الصحة العالمية تدعم جهود موريتانيا للتصدي لسرطان الثدي. وأدى الوفد زيارة ميدانية للنقطة الصحية الميدانية حيث اطلعوا عن قرب على سير عمليات الكشف المبكر لسرطان الثدي والأدوية المجانية المقدمة في هذا اليوم الصحي. نحن جينا اليوم من وزارة الصحة ومن الأطباء ياكنا دعموا هذا اليوم أكتوبر الوردي، هذا اليوم اللي كشف عن سرطان الثدي، ويوم مهم ومن خلاله مريضة هنا عنده استشارات للأطفال واستشارات للطب العام وطب النسائي، وكان يوم مهم جدا 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 عندنا لأننا من خلاله لهنا حيو بعد قاع نعطوا قيمة لبلدية بلدية الميناء اللي حقيقة وحكما عنها في هيئات المتوارة السكاني، وهي من خلالها قدوا نعرفوا كان سرطان الثدي كان ياسر منتشر في موريتانيا الله وانشر. ويأتي هذا النشاط ضمن الجهود المبذولة للتصدي لسرطان الثدي حيث يخصص شهر أكتوبر من كل عام للتركيز على حملات توعية صحية في جميع أنحاء العالم. إلى ولاية لبراكنة حيث أطلقت مفوضة الأمن الغذائي أمس من مقاطعة بابا بي عملية تفعيل وإعادة تزويد المخازن القروية للأمن الغذائي. تأتي هذه العملية في إطار المقاربة التنموية الجديدة لمفوضية الأمن الغذائي. العملية الجديدة التي أطلقتها مفوضة الأمن الغذائي من مدينة بابا بي في إطار زيارتها الميدانية لولاية البراكنة تأتي من أجل إعادة تفعيل البنوك القروية للحبوب ضمن جهود دعم الأمن الغذائي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. وقد أشرفت المفوضة رفقة والي البراكنة على إطلاق تزويد مخازن المقاطعة بنحو 135 طنا من مادتي القمح وزيت الطهي. تعد هذه الخطوة بداية لتفعيل المخازن القروية للحبوب التابعة لمفوضية الأمن الغذائي على عموم التراب الوطني. نطلق هذه العملية منه اللي راجعين إن شاء الله أنها تعود بفائدتها على تخفيض أسعار المواد الغذائية، والله المواد الغذائية الأساسية للمواطنين هون، وراجعين إن شاء الله مولينها تعاون في شراء المنتج المحلي بأن احنا على أبواب نهاية حصاد الزراعة المطرية يعني يعود فيها فائض، راجعين إن شاء الله على أن له يحصل من المبلغ تنشر به الإنتاج المحلي ويخزن لاستخدامه في الأوقات الصعبة. إذا نتمنى البلدية بابا بي بما أنها هي نقطة الانطلاقة التوفيق وأنها إن شاء الله تنجح في هذه المهمة إياك يتم تعميمها على باقي البلديات الأخرى بطريقة تعود فيها النتيجة والفائدة للمواطنين. إذن هذا البرنامج مهم يدخل في إطار برامج الدولة اللي توجه للمواطنين محدودي الدخل من أجل دعم قدرتهم الشرائية. وضمن هذه الزيارة ترأست المفوضة بالمجلس الجهوي في مدينة ألاق عاصمة ولاية البراكنة اجتماعا ضم السلطات الإدارية وبعض المنتخبين شرحت فيه المقاربة الجديدة لمفوضية الأمن الغذائي التي تركز على وضع آلية وطنية للاستجابة للأزمات الغذائية ومراقبة مدى نجاعة البرامج الاجتماعية التي قدمها القطاع خلال السنوات الماضية. وأكدت المفوضة على توجه السلطات العمومية نحو إشراك المنتخبين والسلطات المحلية في العملية التنموية. وقد رحب المنتخبون بهذه الخطوة مثمنين جهود مفوضية الأمن الغذائي الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين خاصة في الأوساط الهشة. محمد الملهادي، قناة الموريتانية، مدينة ألاق. ختم نشرة الرابعة قدمناها لكم من الموريتانية، هذه أبرز العناوين. رئيس الجمهورية يصل العاصمة الجزائرية للمشاركة في احتفالات تخليد الذكرى 70 لثورة التحرير الوطنية الجزائرية. الوزير الأول يشرف
يشرف بنواكشوط على حفل توزيع جائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء المنظم من طرف وزارة العدل. الجمعية الوطنية تحتضن انطلاق أعمال مشروع دعم البرلمان الهادف إلى تعزيز دور البرلمانيين في الرقابة على العمل الحكومي. شكرا لكم على متابعة هذه النشرة أينما كنتم وإلى اللقاء.